أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لمادة الأسبوع 20 الذي سنتناوله في مادة التربية الإسلامية. ها نحن نختم مادة هذا الفصل، فكل عام وأنتم بألف خير. لذلك حان وقت تقييم أنفسنا وما جنيناه في هذه الفترة. سأقوم اليوم بشرح لأبرز الموضوعات التي سنتناولها في مادة الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني. لذلك قبل أن أبدأ، أود أن أؤكد على الهدف المرجو تحقيقه اليوم. إذن أهداف درسنا أن نستذكر موضوعات الاختبار النهائي من خلال مراجعة دليل الدراسة النهائي. أعزائي الطلاب، كنت قد أعددت لكم صفحة مراجعة وضع بها أنشطة تفاعلية وتقييمات ومصادر قد تفيدكم في دراستكم كرابط منهاجي المعتمد للإجابات النموذجية الموضوعة في الكتاب. صفحة مراجعة تستطيع الإجابة عن أسئلتها بعد الانتهاء من الدراسة كتقييم ذاتي لنفسك ولدراستك، كما وضعت أنشطة ومصادر تفاعلية تستطيع أيضا القيام بها، هذا كله بعد الانتهاء من الدراسة. مادة الدروس أو الدروس المطلوبة وصفحاتها: الدرس الأول هو حفظ النفس الإنسانية. عليك أن تبين في هذا الدرس ما المقصود بحفظ النفس الإنسانية، وعليك أن تذكر ما هي الضرورات الخمس في إضاءة. أذكر بأن أسئلة النقاش والأنشطة الموجودة في الدروس مطلوبة وهامة جدا، لأنك تستطيع من خلالها التأمل والاستنتاج الذي يخرج من إطار الدرس والحفظ. وعليك أن توضح ما سبب اهتمام الإسلام بحفظ النفس الإنسانية، وأن تذكر ما هي وسائل حفظ النفس الإنسانية، أقصد كيف تحفظ نفسك. ثم بعد ذلك وبعد الانتهاء منه، عليك أن تقيم نفسك من خلال الإجابة عن الأسئلة. الجمع بين الصلاتين: عليك أن توضح ما حكم الجمع بين الصلاتين، وأن تذكر صور الجمع بين الصلاتين، وأن تركز على أسباب الجمع بين الصلاتين، كيفية الجمع بين الصلاتين، ثم تقوم بحل الأسئلة. ننتقل إلى سورة لقمان الآيات الكريمة من 16 إلى 19. عليك أن تركز على معاني المفردات والتراكيب فيها، تذكر موضوعات الآيات الكريمة، وأن تذكر صوراً لحسن التعامل مع الناس، وأن تذكر صوراً للاعتدال والتوسط في الحياة. أذكر أن القيم المستفادة من الآيات والأحاديث مهمة جداً جداً. أنتقل للدروس التالية. من الدروس المطلوبة هي أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. عليك أن تعدد ما هي الأعمال التي قام بها الرسول بعد الهجرة، ذاكراً السبب لبعضها، فمثلاً ذاكراً سبب تأسيس الجيش أو المؤاخاة أو بناء السوق. وعليك أن تفرق بين المهاجرين والأنصار، وعليك أن توضح المقصود بالربا والسرية، ثم تقيم نفسك من خلال الإجابة عن أسئلة الدروس. ومن الدروس المطلوبة قصة جميلة لسيدنا موسى عليه السلام، تحديدا دعوته، فعليك أن تبين لماذا أرسل الله تعالى هارون مع أخيه موسى في الدعوة، وأن تذكر رد فرعون على دعوة موسى وهارون عليهما السلام، ثم تذكر معجزات موسى عليه السلام، وتقيم نفسك من خلال ما وجد من تقييمه. ونهاية صلة الأرحام: عليك أن تعرف براوي الحديث الشريف، وليس اسمه فقط، عليك أن تبين ولادته، وفاته، وملامح من شخصيته، أن تذكر أمثلة على الأرحام ومفهوم صلة الرحم، وأن تذكر أمثلة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم، وما هي ثمرات صلة الرحم. ثمرات أي ماذا أستفيد من ذلك، ثم تبين كيف تكون صلة الرحم، وتقيم نفسك من خلال الإجابة
عن أسئلة أختبر معلوماتي. أذكر أعزائي بالرجوع إلى صفحة المراجعة لتستطيع الاستفادة مما وضع لك. حظاً موفقاً أتمناه لكم جميعاً، وإلى اللقاء في سنوات قادمة.